صحيح أنه من بداية 7 أكتوبر ما زالت الاعتداءات والاجتياحات الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة وتتصاعد بشكل كبير. هذا من جانب. أما من جانب آخر في الضفة الغربية، مدن الضفة الغربية أيضا هي تعاني من اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وإضافة سياسة الإغلاقات على حركة المرور ما بين المدن، وهذا أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وبالذات في مدن الضفة الغربية. إضافة أن هناك حملة اعتقالات كبيرة تقوم فيها القوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأيضا هناك سقوط شهداء. مدينة نابلس اللي أنا قادم منها هي تعاني من سياسة إغلاقات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نصف معابرها ومخارجها مغلقة بشكل كامل، والمعابر المفتوحة هي تفتح حسب أوقات معينة واعتمادا على سياسات الجيش الإسرائيلي، مما أثر على أيضا على طبيعة الحياة في داخل مدينة نابلس. احنا نعمل كل جهدنا في سبيل تخفيف أعباء الحياة على المواطنين الفلسطينيين، ونحاول نقدم الخدمات قدر الإمكان في مدينة نابلس لأهالي المدينة. ما زلنا قادرين على تقديم الخدمات كالمياه والصرف الصحي وبناء الشوارع وفتح الشوارع وإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي وكل هذه القضايا، نقوم رغم الصعوبات التي نواجهها من سياسات الاحتلال، لكن ما زلنا قائمين على تقديم هذه الخدمات، وهذا واجب علينا. نحن تم انتخابنا من قبل الشعب، انتخب المجلس البلدي وأنا رئيسه في هذا، وتم انتخابنا لتأدية هذه الخدمات، ونحن نقوم بها بأمانة وبصدق. على سبيل المثال أيضا مدينة نابلس محاطة ب7 مستوطنات من مستوطنات إسرائيلية، وسكان المستوطنات يعتدون على الأهالي الفلسطينيين يعني بالاعتداء على المساكن وبالاعتداء على الحقول الزراعية وغيرها. إضافة أنه سياسة الإغلاق الأمني اللي بيتبعها الجيش الإسرائيلي على المدينة أثر على الوضع الاقتصادي في المدينة. إحنا في مدينة نابلس عندنا أكبر جامعة فلسطينية، عدد طلابها 26,000 طالب. هذول بعض منهم يواجه صعوبات في التنقل ما بين المدينة ومكان سكنهم في المناطق الأخرى من فلسطين. نابلس تستقبل زوار من الخارج 120,000 إنسان كل يوم زائر، لكن نتيجة من منطقة من المدن الأخرى 120,000 زائر نتيجة الإغلاق الأمني اللي وضع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. نابلس تستقبل حاليا 20,000، خسرت 100,000 زائر يومي، وهذا 100,000 زائر كان بيجي لنابلس حتى يقوم بالتسوق طبعا بالتجارة وغيرها. فنابلس لهذا السبب من 7 أكتوبر حتى الآن تأثر الوضع الاقتصادي فيها بشكل كبير. هناك يعني حركات احتجاج في جميع العالم تطالب بوقف الاعتداءات ووقف الحرب، لكن للأسف لحد الآن يعني مضى أكثر من عام على الحرب وما زالت الاعتداءات قائمة، وبالذات في قطاع غزة. يعني الخسائر كبيرة جدا، 70% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها، مئات الآلاف من السكان تم تهجيرهم داخليا، تنقلوا من منطقة إلى منطقة وهم يعانون طبعا من ظروف حياتية صعبة، خسروا بيوتهم وخسروا داخلهم، وهم حاليا يعني يعيشون حياة تشرد. على الأقل أن تدعم دول العالم في إيقاف الحرب، أن تضع ضغوط على دولة إسرائيل لإيقاف الحرب ووقف الاعتداءات على قطاع غزة وعلى أهل وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أنا أعرف أنه يعني هناك مداولات وهناك جلسات في هيئة الأمم،
في مجلس الأمن وفي الجمعية العمومية التابعة لهيئة الأمم، ولكن لحد الآن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه القرارات لم تنجح بإيقاف الحرب على قطاع غزة.